احنا عندنا حقيقة اربع مشاكل اساسية في عملية التوظيف في العراق او في سوق العمل في العراق. اولا هو حجم النمو السكاني الكبير، اللي هذا طبعا يجب ان يكون هناك حلول اجتماعية كبيرة، وهذا موضوع شائك ما نريد ندخل به بالوقت الحالي، لكن احنا سنويا نزيد بحدود 1 مليون شخص. الامر الثاني وهو ايضا يعتبر نوع من التحدي امام الدولة العراقية، انه معدل اعمار العراقيين هو تحت سن ال 35 او ال 30 يمثلون 60%، يعني بالاضافه الى موضوع النمو السكاني هناك ضغط متزايد من الشباب على سنويا اكثر من النمو السكاني. الامر الثالث اللي هو موضوع راس المال البشري، وهو معيار يقيس مقدار ايجاد فرص عمل للباحث عن العمل. نتيجه وجود او تراجع نظم التعليم في العراق، فمؤشر رأس المال البشري بالعراق هو بحدود 40، ما يعرف ب 40%، أي بمعنى أنه فقط 4 من أصل 10 أشخاص شباب سيكون قادرين على إيجاد أو العمل في مختلف القطاعات، ليس لعدم وجود فرص عدم، بل لعدم امتلاكهم لمؤهلات تدخلهم إلى هذا السوق العمل. وهذا قاعد نلاحظه اليوم في كثير من القطاعات، نشوف أنه بالرغم من البطالة المرتفعة، لكن الكثير من الشركات في مختلف القطاعات تعاني من إيجاد كفاءات لتشغيلها في هذه القطاعات، القطاع النفطي، القطاع الصناعي، القطاع الزراعي، نتيجة غياب آليات تعليم وتدريس تتلائم مع حاجة السوق العراقية. الأمر الرابع والأخطر هو أنه اليوم 70% من العاملين في القطاع الحكومي هم حقيقة في الأجهزة الأمنية، يعني حسب التقارير الصادرة من وزارة المالية خلال الفترة الماضية أنه 70% من الرواتب هي تصرف على مختلف الجهات الأمنية، من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، يعني 700 ألف إلى الهيئات ألف فقط.